اعزائي مشاهدي كوره بلس في كل مكان، كل عام وانتم بخير وموسم سعيد على الكوره المصريه وعلى التحكيم المصري. النهارده مباراه الاسماعيلي والاهلي في الدور الاول او الاسبوع الاول في الدوري المصري الممتاز الموسم الجديد. هنشوف ان في لقطه تحكيميه مهمه في الشوط الاولاني في عليها جدل كبير، هنشوفها مع بعض ونحللها مع بعض ونتكلم عليها. اللقطه كانت في الدقيقه 35، في الدقيقه 35 ودخول لاعب النادي الاهلي بصوره فيها تهور، فالكلام بنتكلم على هل هي كارت احمر مباشر ولا انذار. هنجيب اللقطه مع بعض ونحللها مع بعض. دخول لاعب النادي الاهلي بالمنظر ده بالصوره دي شفناها ان هو الراجل داخل جاي، مسافه موجوده، السرعه موجوده، القوه موجوده، ولكن الرجل نفسها موجودة جزء منها على الأرض. هنجيبها مع بعض. جزء من رجل لاعب النادي الأهلي على الأرض وإجابة الرجل مع الأرض، وبالتالي السرعة قلت لما اصطدمت رجل لاعب النادي الأهلي في الأرض، وبالتالي ننزل من كارت أحمر لكارت أصفر. اللعبة دي تستحق فقط كارت أصفر، وبالتالي حكم المباراة ما احتسبش اللعبة وما اداش قرار. الفار ما اتدخلش. ليه؟ عدم تدخل الفار لأن اللعبة ما تستاهلش أكتر من انذار كارت أصفر، لأن السبب اللي نزول اللعبة من كارت أحمر لكارت أصفر إن في رجل مدافع النادي الأهلي جابت جزء من اللعبة على الأرض، من اللعبة هنجيبها مع بعض أهي. في جزء من الرجل على الأرض، في جزء من رجل مدافع النادي الأهلي على الأرض وجابت الرجل مع الارض، وبالتالي السرعه والقوه قلت، وبالتالي مش اكتر من كارت اصفر في اللقطه دي. هي دي اللقطه اللي موجوده جدليه في الشوط الاول. دي هي كل حاجه معانا ان شاء الله. بعد المباراه نتكلم مع بعض ونشوف باقي اللقطات التحكيميه. شكرا ليكم، سلام عليكم.